الاهلي دايما بيمثل لكل الناس حاجه كبيره قوي. بالنسبه لي انا سبيسيفيكلي بيمثل لي بيج براند، اللون الاحمر طول عمره حاجه كبيره للمصريين، وبالنسبه لي انا شخصيا I can see clear similarities ما بين فرق الرياضه عامه، وطبعا فرق الكوره سبيسيفيكلي والكوربريت، بدءا من الاستراتيجي اللي الاثنين بيحطوها going into التيم بلايرز، الكولابريشن اللي بيحصل ما بينهم، البلان بتاعت افري داي، التمرين اللي بيحصل، there is a lot of investment that happens behind the scene، development training coaching للعيبه وللكوربريت امبلويز، career growth. كل ما الواحد بيحصل فيه investment كل ما تمنه بيغلى، اللعيبة تمنهم بيغلى والموظفين كمان تمنهم بيغلى. At the end of the day هم فرق الكورة والشركات ليهم جول وليهم KPIs آخر كل فترة بيبقوا بيفكروا ويشوفوا اتحققت ولا ما اتحققتش واتحققت ازاي، واكوردنج لي الدنيا بتكمل او بيحصل تغيير في الاستراتيجي دي. فديفنتلي there is a lot of similarities ما بين الاهلي واي شركة. انا شايفه كليرلي طبعا زي ما انت بتقولي الدعم اللي فرق زي فرقه الاهلي بتاخده بيبقى بيزد على حاجات كثيره قوي بيلت، يعني اكروس ذا ييرز واكروس الايرز اللي موجوده. انا اشتغلت حقيقه كان ليا الحظ ان انا اشتغلت في كوربريشنز كثيره، واخرهم اتشرفت ان اشتغلت في اتصالات، وير ان النجاح ما بيجيش سهل خالص، في حاجات كتير قوي بتتعمل عشان النجاح ده يبقى بيلت ويكمل عليه، منها البراند، منها ازاي الشركات دي بتقرر الانفستمنت في البني ادمين والانفستمنت في البرودكتس اللي هي بتعملها، ازاي بتطور من روحها، ازاي عندها من الادابتبيليتي انها تفكر احنا النهارده حاجه بكره هنبقى حاجه ثانيه بعده هنبقى حاجه ثانيه، thinking about the future all the time. فما بنبصش تحت رجلينا، بنبص للي جاي وبنبص للي بعد اللي جاي كمان، بنحضر له باشكال مختلفه. من غير ده الشركات هتبقى اوبسوليت. الحمد لله ده ما حصليش في كاريري، واتصالات سبيسيفيكلي بتبص على ده بشكل مختلف تماما. وي اولويز ثينك اوف وات از نيكست اند وات از افتر نيكست. كمان انا بشوف دايما وبتابع على السوشيال ميديا ازاي النبض الجمهور ده بيفرق قوي مع الناس، بيفرق مع الانتيتي نفسها، وبيفرق كمان مع اللعيبه. لو هقول حاجه واحده بس، بي كايند، يعني لو قلت المشجعين بي كايند، ادعموا النادي بتاعكم في الاوقات الحلوه زي ما هتدعموه في الاوقات الوحشه، لان الدنيا مش دايما بيبقى فيه ups and downs.